طيب يا شيف، هنعمل كاليماريا. طب نشوف مقادير الكاليماريا يا استاذ رحاب بعد اذنك. ازاي نعمل كاليماريا مقليه كريسبي تكون مقرمشه، نسمع صوتها واحنا بناكلها كاننا بناكل فوزدو حلبي. كاليماري متقطعه بالشكل ده كده، حلقات. اه كاليماريا والسبيت الفرق بينهم الشكل. كاليماريا تتقطع حلقات، السبيت بشكله طويل. الكاليماريا انا بسميها حمام البحر، يعني ممكن تتحشي فريك، تتحشي رز، تتحشي جمبري، زي ما انت عايز. اه اه ده الكاليماري زي الفل. اه هنتبلها مع بعض سريعا. توم، شويه شمر ناعمين، شمر ودقيق حلو، وكمون وكزبره ناشفه وكركم وفلفل. مقادير بسيطه، واهم حاجه شويه الشمر الحلوين. تعالوا مع بعض الكاليماريا بالشكل اللطيف الحلو ده كده. قطعتها تبلتها، اهم حاجه ان انا حطيت هنا شويه كركم والملح والتوابل بتاعتي. حذاري، واكتبي على باب الثلاجه كده بالبنط العريض، اوعى تحط زيت ولا زبده ولا سمنه خالص في تتبيله اي سمك هتقليه. حذاري، تحط زيت او سمنه او زبده في تتبيله سمك هتقليه، ايا كان السمك، حتى لو سردين، حتى لو بولت، حتى لو بوري، وهكذا. كاليماري اهو بالتتبيله دي كده زي ما هي كده. هتحط عليها يا عم الشيف، هحط عليها نشا. نشا، الله يوفقك. اه اه حلو قوي. وهحط عليها دقيق. ودقيق اه اه شوف انا عملت في الكاليماري. اه واسيبها كده يا شيف في التتبيله دي كده، او في الخلطه دي كده، او في الدي والنشا ده كده بعد ما تبلتها. اهي 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 اه 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 حبيبي اهو اهو اهو. التفاصيل كلها مع شفيق. هناخد كده كل ده مع بعض ونخليهم هنا في كسرول الازاز وننساه شويه. ننساه قد ايه؟ ما يبعدش عن عينينا يعني. اه خلي بالك، لمدة تقريبا 20 دقيقة. اه قدام عينيا زي الفل. واشيل الحاجات دي من هنا كده عشان نخش على اللي بعده. ده خلص خلاص. هتعمل ايه فيه بعد كده؟ هيتشال من الدقيق. ودايما يقول لك يا مريم رش المية عداوة، بس مع الشيف المغازي بقلاوة. طيب الكاليماري في قلب في قلب الدقيق، في قلب الزيت لسه، المرحلة التانية زيت. هننساه لمدة 20 دقيقة بالشكل ده كده. نشوف الكاليماري هيتحمر ازاي. انا الكاليماري عندي نخليه هنا كده اهو زي الفل. هيطلع من الدقيق دلوقتي، دي مهمة جدا على فكرة. وانت بتطلعي الكاليماري يكون الزيت عندك جاهز. أنا عملت تركاية هنا لو حضراتكم مركزين معايا كويس. نزلت في الزيت بتحمير القطايف الأول. كنت حريص إن أنا أحمرها هي الأول عشان أنزل بالكاليماري بعد كده، لأن الكاليماري ده هياخد وقت كبير. فأنا حمرت القطايف وخلصت منها، وهحمر شوية تاني كمان دلوقتي. أه. على ما أجهز الكاليماري للزيت، هنجهزها إزاي؟ الكاليماري هتطلع من هنا كده. الغرقانه جوه الدقيق اهي بالشكل ده كده اهو، ونفطها كده من الدقيق. اه اه اللي يهمني في الموضوع هنا خط سير الحلقه ماشي ازاي. اول حاجه البولتي حطيته في صينيه ودخلته الفرن. الرز بالسيفود على النار بيستوي، نسيه انا خالص، مفيش مشكله، مهدي عليه النار، معاه كابوريا ومعاه جمبري ومعاه سبيت ومعاه كاليماري. القطايف شفنا الطريقه بتاعه تقطيع الجمبري وتتبيلته، وجاهز هنا منتظر ان هي تبرد شويه عشان نلف واحده واتنين مع بعض. الكاليماري اهوت اخر حاجه علشان يبقى كريسبي معايا، وانا شخصيا بحب اكله سخن. اه اه بالشكل ده كده. اه قال لك رش الميه ايه يا شفيق؟ عداوه، ولكن مع السمك بقلاوه. دول كده طلعنا. في حاجه تانية هنا؟ لا خلاص مش ناسي حاجه، تمام زي الفل. عندنا الزيت جاهز، ما هديش معايا. بعمل ايه؟ بحمر الكاليماري دلوقتي. اه ممكن على فكره الصوص اللي انا عملته ده ناكله مع الكاليماري، بس الكاليماري مش محتاجه، انا بحبها مقرمشه كده زي الفل بالخلطه اللي انا ايه متبلها. تعالوا نحمر الكاليماري مع بعض واحنا واقفين كده بسرعه. اه ادي الكاليماري عندي. هتعمل ايه يا شيف؟ رش الميه قال لك عداوه؟ لا بقلاوه. اه البتاعه دي اللي ما بتعجبش الاستاذ احمد عوض. اه اه بخاخه الميه، شفت بخاخه الميه هنا يا استاذ احمد لها فايده ازاي؟ حلو. ايوه مش بيحبها الاستاذ احمد. حلو. بتضحك، انا عارف استاذ احمد، انا عارف. بحبك. شايفين رش الميه بقلاوه مش عداوه. الرشه دي مهمه جدا. بناخد الكاليماري ده في قلب الزيت. يلا باي. جبنا التفاصيل، التفاصيل عندنا على شاشة القناة الأولى. اهو التفاصيل، الزيت يا شباب.
لا اله الا الله. اه 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 حاضر. اه 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 زي الفل تمام. ايه الحلاوه دي يا شيخ؟ ايه الحلاوه دي؟ اه لا بالظبط مفيش. اه 3 مينيت. اه التقليبه الصغيره دي كده. اه ولازم الايه؟ الهزه دي، الهزه دي لازم، الهزه دي في نشا في الدقيق، هو ده السر. سر تحمير الكاليماري والسبيت يبقى كريسبي معاكي، حط معلقتين نشا لكل كوبايه دقيق، هيطلع معاكي مقرمش، تسمعي صوته تحت اسنانك زي صوت القطر كده وهو ماشي على سكه الحديد بتاعه. اطلع بقى الايه؟ الكاليماري، نبص عليها. الكل منتظر يشوف الكاليماري الحلوه دي كده. اه اللهم صل على النبي. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ اه سامعين الصوت ده كده في قلب الزيت. اه خلاص اتحمرت، ادينا نغرفها في الطبق الحلو ده كده. العصير ده بقى ايه؟ الله، عشان الساده المشاهدين بس، طبعا انتوا شطار وعارفين العصير ده يعني طبعا قيمته الغذائيه عاليه جدا، بيساعد على الهضم، اللي هو العصير الكنتالوب بالنعناع. احنا مع بعض، انا بتكلم في تفاصيل صغيره كده بتعجب حضراتكم، ولكن انا يهمني الكاليماري دلوقتي اتحمر اهوت. اهو اهو شلته من الزيت، بينزل في الطبق ده كده. الله. اه كاليماري. اه الف هنا وشفا. اتقطع، نزلت الحشوه منه خالص. اه